السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. هذه نموذج أسئلة الامتحان النهائي للصف الرابع ابتدائي مادة اللغة العربية. التعبير، أجب عن أحد الموضوعين: أولا واجبات الأبناء والآباء، ثانيا استقبال الضيف. هنا تختارون واحد من عندهم. قواعد اللغة العربية، ملاحظة: الإجابة عن 10 فقط وترك 2. أولا فراغ معلمات مخلصات، هنا نضع في الفراغ ضمير غائب، راح نقول هن معلمات مخلصات. ثانيا فراغ بنتان ذكيتان، هنا نضع في الفراغ ضمير مخاطبة، تصير أنتما بنتان ذكيتان. ثالثا يقال للرجل فراغ يزورنا ضيف، هنا نضع اسم موصول، نقول الذي، يقال للرجل الذي يزورنا ضيف. رابعا فراغ عاملة نشيطة، هنا نضع اسم إشارة للبعيد، تصير تلك عاملة نشيطة. خامسا فراغ تلاميذ مجتهدون، هنا نضع ضمير تكلم، نقول نحن، ضمير المتكلم نحن تلاميذ مجتهدون. سادسا هذه طفلة مهذبة، حول الجملة إلى مذكر، تصير هذا طفل مهذب. هذه طفلة مهذبة، تصير هذا طفل مهذب، حولناها إلى مذكر. سابعا الفلاح يغرس شجرة، حول الجملة إلى مثنى. هذه الجملة مفرد، نحولها إلى مثنى. الفلاح، تصير الفلاحان يغرسان الشجرة. نقطة الثامنة ديك دجاجة، هنا ديك مذكر، دجاجة مؤنث. أما الخروف فراغ، هنا نضع مؤنث فنقول نعجة، خروف الأنثى مالتها نعجة. النقطة التاسعة والنقطة العاشرة، هذه من المحذوفات، من المحذوفات. نقطة 11 الصبر شمسي، الأرض فراغ، هنا نقول شمسي أم قمري، الأرض هي قمري. ليش؟ لأن تبدأ بالألف، والألف موجودة في عبارة ابغي حجك وخف عقيمة، إذن الأرض هي قمري. نقطة 12 كتب التلاميذ الدرس، هنا حول الجملة الفعلية إلى اسمية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، كتب فعل، إذن هذه جملة، جملة فعلية، نحولها إلى اسمية. الجملة الاسمية تبدأ باسم، فراح تصير التلاميذ كتبوا الدرس، تبدأ باسم، التلاميذ كتبوا الدرس. هنا ضفت آني نقطتين بدل هذه الترك المحذوفة. هنا عندنا نقطة 13 فراق زارك أمس، هنا ضعي أداة استفهام، راح نقول من، أداة استفهام من، من زارك أمس. وكذلك هذه النقطة هم ينضفتها بدل هذه النقاط المحذوفة. لا أسافر إلى المصيف، حول الكلام المنفي إلى مثبت. هنا فقط نحذف أداة النفي، راح تصير أسافر إلى المصيف، أسافر إلى المصيف، حولناها إلى كلام مثبت. صار واضح؟ فقط نحذف أداة النفي. هنا عندنا الخط، اكتبي الجمل 5 مرات، الصديق المساعد عض وساعد. هذه أسئلة الامتحان النهائي لمادة اللغة العربية للصف الرابع ابتدائي، إن شاء الله تستفادون من عتهم، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.